السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أمن رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر على جهود الحكومة في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني دعما لمسيرة السلام بالسودان، واستعرض في كلمته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة الإفريقية بالبرلمان العربي الذي تستضيف اجتماعات الدوحة دور السودان الضليعي في القارة الإفريقية شارحا علاقة الجهاز التشريعي بالجهاز التنفيذي. وتناول اجتماع المجموعة الإفريقية قضايا القارة الإفريقية والبلدان العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الجولان ولبنان. أحبطت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية نهر النيل تحركا قالت إنه كان يستهدف ضرب الاستقرار في الولاية وإحداث الفوضى وسط مواكب الاحتجاجات. وقال والي ولاية نهر النيل إن القوة تمكنت من القبض على منفذي العملية وهم على متن عربة بجسر أم الطيور عضبرة، مشيرا إلى أنها كانت محملة بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. أكدت حكومة ولاية غرب كردفان السعي الجاد لإكمال العمل في مستشفى الفولة المرجعي، وتوقعت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في غضون الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوالي وجه الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع ووعد بتدليل معيقات العمل عقب تفقده سير العمل بالمشروع. توقعت وزارة الموارد المائية والكهرباء والري أن تعقد اللجنة الفنية لسد النهضة اجتماعا خلال شهر أبريل الجاري، وذلك لمناقشة كيفية الملء الأولي والتشغيل المستمر للسد. وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء إن الأطراف المشاركة في الاجتماع الأخير بأديس أبابا توصلت إلى تفاهمات كبيرة حول القضايا العالقة، لافتا إلى أنهم في انتظار الرد المصري لمواصلة الاجتماعات على المستوى الفني والوزاري. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن وضع ضوابط لتوزيع السكر خلال الأسبوع الجاري، في وقت أعلنت فيه عن إنشاء 3 مجمعات صناعية بالولايات. وقال وكيل وزارة الصناعة عبد الرحمن عجب إن الوزارة ستقوم بوضع ضوابط لتوزيع السلعة على المؤسسات والتعاونيات والولايات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل خلال شهر رمضان المعظم. نهاية الموجز. المزيد من المعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الشبكة الدولية الشروق.net. إلى اللقاء بحول الله.